حضر سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اللقاء مع سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي 2023 بمشاركة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية ورؤساء القطاعات ومدراء الإدارات بالوزارة. وقد أعرب سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي عن خالص الشكر لوزارة الخارجية على عقد هذا اللقاء والذي يعد فرصة طيبة لاستعراض الدور الذي تطلع به وزارة شؤون مجلس الوزراء ضمن منظومة العمل الحكومي في تحقيق الأهداف الداعمة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء إلى أن المملكة تنظر للمستقبل بنظرة التميز والتفوق في مختلف الأصعدة، موضحا سعادته أن العمل الحكومي ينطلق دائما بأن يكون المواطن في قلب التنمية ومحورها. كما استعرض سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء ملخص ونبذة حول برنامج الحكومة 2023-2026 من التعافي إلى النمو المستدام وأولوياته على مدى السنوات المقبلة والسياسات والمبادرات والأهداف والمحاور التي تضمنها البرنامج. وبدوره تقدم سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عن خالص شكره وتقديره لسعادة وزير شؤون مجلس الوزراء على هذا الإيجاز المتكامل الذي تم تقديمه ومشاركته المتميزة وبالدور الكبير الذي يطلعون به في دعم برنامج الحكومة. هذا البرنامج الدبلوماسي اللي تقوم به وزارة الخارجية جدا مهم، لأن يعطينا الفرصة كمسؤولين الالتقاء بممثلينا في الخارج ويسمح لنا ان احنا نتواصل معاهم، نسمع منهم، وايضا نبين لهم ما يدور في البحرين ونتعاون ونزيد من التعاون اللي يخدم الوطن ويخدم المواطن. طبعا الدبلوماسيه البحرينيه يعني على مدة السنين دائما متطوره ومتقدمه ومن تقدم الى تقدم، واليوم اكاديميه سمو الشيخ محمد بن مبارك تقوم بعمل كبير في مجال الدبلوماسي وتأهل العاملين في هذا المجال وتأكد على أنهم يحصلون أفضل البرامج التدريبية اللي تأهلهم وتخليهم جاهزين ومستعدين للقيام بمهامهم.